انت عايز تقعد معاها ليه؟ تلاقي الواحد اول ما يخطب البيت كأنه اتجوزها. انتوا ما تسيبونوش نقعد لوحدنا ليه؟ تقعد معاها ليه يا ابني؟ انت عايز تقعد معاها ليه؟ عشان خطيبتي. ده انت يا ابني عامل عهد بس حاجة اسمها قراية فتحة. سيبهم يقعدوا مع بعض عشان يتعرفوا على بعض. خليهم يتعرفوا على بعض. اهي والله ما ينفع. يعني بيجيب كلام من عندي؟ لا، اسمع حديث النبي وصلى على النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه النبي ما تصلي عليه؟ لا يجتمع الرجل بالمرأة، ما فيش رجل يقعد مع ست لوحدهم ولو كان يحفظها كتاب الله. الست لو قعدت معاها قول لها قول كل والله واحد، هتمد ايدها هي عليك وقول لك الله الصمد. رسم فهم نظمي. لا يجتمع رجل بامرأة ولو كان يحفظها كتاب الله. ولو كان يحفظها كتاب الله.